يعني من صوت جميل جدا بالغناء إلى صوت لا يقل جمالا بالأداء وبالراديو كمان وبالفي او بالفويس اوفر. يا اهلا وسهلا. ما هيدا الصوت، الصوت بحياتك هو بصمتك، يعني هو اللي خلاك توصلي للناس وعرفوك فيه. لما يكون الواحد بالاذاعه بغير بصوته ولا بيحكي هيك على الطبيعه؟ يلي انا دائما بقول يلي لتقدر تنجح عبر شاشه اعلاميه عبر شاشه التلفزيون بدك اساس، والاساس هو الاذاعه، لانه بتتعلم خاصه اذا اهم الاعلاميين بلبنان وابرز الوجوه بلشوا بالاذاعات، والاذاعه بتعلمك كيف توصل المسج اللي بدك توصله للمستمع عبر الصوت بس، ما عندك شيء بيساعدك. يعني هلا غيرتي بصوتك قدام الشاشه فيك تستعمل ايديك، في عندك اللوب، في كثير اشياء بتساعدك. هيدا صوتك ولا اكيد لا هيدا صوتك مثل ما هو ولا غيرتي فيه، مرنتيه دربتيه مع الوقت تيصير هيك؟ لا ما اكيد ما دربت هيك، ما دربت صوتي. يعني بتوعي صوتك هيك؟ انا بوعي صوتي هيك. لانه كان عم يقول لي جوزيف بعدك مايل، انا شو القصه؟ لانه في ناس كثير كمان عميدة بيقولوا انه الاشخاص الاذاعيين بيحكوا بصوت على الاذاعه او بطريقه ما، وبالحياه انه ليه ما بتحكي على الاذاعه مثل ما بتحكي بالحياه؟ حسب، اذا علقانه بالعجقه اكيد ما رح يطلع صوتك مثل على الاذاعه، بيطلع صوتك يعني ساعتها ما بيقعد في النبره. بس عاده وقت بتبداي بالاذاعه وبتكوني بعدك صغيره بتكون اكثر بطريقه الهاويه، يعني ما بتكون عم بتفكر تدرب وما تدرب، بتصير اكثر عن خبره. بعدين بتبلشي تتعلمي او تكملي دراستك، بس مش ما بتتعلم مثل مثلا بالغنى انه في طريقه للغنى، في النبرات الصوتيه الاوتار الصوتيه، هو كلهم لا، بتصير اكثر عن خبره. لما بلش هاوي يعني بلش انا وقت بلشت بالاذاعه كان عمري 19 سنه، كنت كهاويه انه بتطلع صوتك حلو ومنجرب. هلا في فتره هيك انت قاعده عم بتراقبي وعم تشوفي، بهيدي الفتره شو بتعملي؟ غير انه اوكي بخطط لبرنامج ثاني، بكتب يمكن اشياء، بس غير شو بتعمل؟ توصلي لمطرح اوقات ما بيعود جاي على بالك تراقبي ولا تشوفي. ليه شو بيزعجك؟ في كثير اشياء بتزعجك اليوم بالوضع الاعلامي، في كثير اشياء، في كثير مشاكل. يعني اول شيء اذا بدك تبلش من ابي سي الاعلام، اليوم ما فينا نقابل الاعلامي بلبنان. اليوم اغلبيه الاعلاميين اصلا يلي انا بتمثل فيهم، يلي انا بتعلم منهم واكبر مني جيل، ما عم بشوفهم على الشاشات اللبنانيه. اليوم في وضع الاعلامي صار مين ما كان اعلامي بيحكي اعلامي، يعني ولا في خبره ولا في علم ولا في شيء، تلاقيه طلع صار اعلامي. في مواهب بتشتغل عليها انت منهم، صح ولا لا؟ وبتفتخر لانه اشتغلت على حالك لتوصل اليوم لهون. إلي بس مش كل الاشخاص بهالطريقه، في فوضى على شاشات التلفزيون بلبنان بطلت مقبوله. مش مقبوله ابدا يعني كان، وخاصه بالابداع كريم، وانت بتعرفي يعني اليوم وقت عم تحكينا على افكار وتطلعي بافكار برامج، مش هين تطلعي بافكار، يعني او عم بتجيبي فكره معلبه، او اذا بدك تعملي فكره بلبنان صعب تلاقي نجاح، لانه مش كل شيء دغري بيمشي، واذا لقيت نجاح كوبي بيست صرنا معودين عليهم. بس الابداع في عنا ازمه ابداع كثير كبيره، في عنا ازمه ايه في ازمه تلفزيونات؟ اكيد. بعيونك مبين انه وافقتيني الرأي اصلا. انا دخيلك شايفه الازمه بعيونك. ما فوتيني بهذا الموضوع. الازمه بالتلفزيونات كيف؟ بالتلفزيونات عامه العربيه انا بحكي اكثر لبنانيا. هلا كنت على شاشه فضائيه، بس كنت من حوالي 10 سنين على شاشه فضائيه، كان غير شيء الوضع، يعني كان في كنا بعدنا اول ما عم نقلع، مش مثل اليوم. هلا اليوم اكيد في كومبيتيشن بين الكل، بس اذا بدك تحكي بلبنان وضع البرامج بلبنان، ما يزعلوا مني بس عن جد بعتذر. طيب ما يقدر، خلينا نطلع من الوضع الصعب، اذا بدنا نغير هالوضع ببرنامج جديد، عينك على اي نوع برنامج، على اي نوع فكره، شو حابه تقدمي للناس؟ اللي انا دائما بنطلق، لانه قبل ما اكمل يعني ماجستير الاعلام درست علم اجتماع، يعني دائما بخلط البرامج الاجتماعيه من الواقع اللبناني. في كثير مواضيع نحكي فيها ببرنامجكم، قد ايه عم تحكوا مواضيع يعني كل فتره رمضان قد ايه حكيتوا بالليل السهرة عنا، وهلا عم تتابعوا في كثير مواضيع اجتماعيه واحد فيه يحكي عنا ويضوي يسلط الضوء عليها. يعني اليوم ما بقى مسموح انه بس هيك نقول كل شيء حلو بلبنان، لا، شغله الاعلام يسلط الضوء مش يحل المشكله. حل المشكلة بتصير أكثر عند يمكن سعادة النايب، بس نحن شغلتنا نسلط الضوء على المشاكل بالمجتمع. طيب برموا لنا هالضوء على إلي.